طيب ما دام هو نفس المسميات ونفس الأهداف ونفس الشعارات ونفس المبررات، ليش عاد تفعلوا مجلس سنة ومجلس سنة؟ شوفوا لكم قاعة وفصلوا لكم مجلس واحد، وشوفوا لكم فنان جنبكم وسمرة انقلابية للصبح. والقوى الفاسدة في اليمن اتفقوا على قضية مواجهة المعتصمين السلميين بالإضافة إلى القاعدة. داعش والقاعدة كلهم متفقون على قتل أبناء الجنوب. نحن نضع أنفسنا للدفاع عن أنفسنا كضرورة. المجلس الانتقالي الجنوبي كان في حالة الدفاع عن النفس وسيستمر في حالة الدفاع عن النفس. غالبية الشعب اليمني تقريبا شوف 90% يقفون مع هذه المطالب. جميل. والغالبية اليمنيين يقفون مع أنصار الله. وجهة نظري أنا نسبة 90% الذين يطالبون بفك الارتباط نهائيا والعودة إلى دولة الجنوب ذات السيادة الكاملة بإذن الله تعالى. مشكلتنا هو موقف الطرف الآخر منا، وليس أن لنا مشكلة ثارية مع أحد أبدا. التعنت من الطرف الآخر للأسف ومحاولة إعاقة الحوار. معنا قائد اسمه السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوت. مدوا أيديكم ستجدوا يده ممدودة. سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي يمد يده للتعاون. من يمتلك القوة في صنعاء يمتلك القرار السياسي. ونبسط سيطرتنا على أرضنا الجنوبية. المشكلة كانت في صنعاء مع علي محسن الأحمر. علي محسن الأحمر هو من سبب في تفجير الأوضاع في عدن. بإسقاط هذه الحكومة الفاشلة. يعني هذه الحكومة الفاشلة التي لم تقدم لأبناء الجنوب. داعش. القاعدة. تنظيم القاعدة. حزب الإصلاح. حزب الإصلاح. الإخوان المسلمين. هي الإخوان المسلمين طبعا.